مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11، معكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة، ومن إعداد الزميل عثمان الصولي. في بداية الحلقة أذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا على STC 8348، موبايلي 630-590، زين 732-22-22. اختتم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تحضيراته للقاء النصر مساء غد على ملعب الشرائع في مكة في اللقاء المؤجل من الجولة 12 من دوري زين للمحترفين. وفي شأن آخر، وصل اللاعب حيدر العامر إلى مدينة ميونخ الألمانية عصر اليوم، حيث سيجري عملية جراحية في الرباط الصليبي بالركبة. اختتم فريق الرائد الأول مساء اليوم تحضيراته الفنية استعدادا لمواجهة فريق الفتح مساء غدا في بريدة ضمن المجموعة أو الجولة 17 من دوري زين المحترفين. واكتفى مدرب الفريق التونسي عمر السويح بالتمارين الخفيفة والترفيهية، وبعد نهاية التدريب دخل لاعبو الفريق في معسكرهم استعدادا للقاء الغد. وسيفتقد الرائد في مباراة الغد لخدمات الكونغولي ديبا بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا والمغرب عصام الراقي بسبب حصول على 3 كروت صفراء. وفي هجر، تقرر أن يعقد المركز الإعلامي بنادي هجر عند الساعة 2 من ظهر يوم الثلاثاء القادم المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء هجر والأهلي في الدوري. من خلال المؤتمر سيقدم نادي هجر محترفي النادي الأجانب الثلاثة الذين تم التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهم الإيفواري كونان والمصريان أحمد بكري وأيمن عبد. الزميل عناد العتيبي، حياك الله معنا أستاذ عناد. حياك الله أستاذ ثامر، وحييك وحيي السادة المستمعين. سعداء جدا أستاذ عناد بتواجدك معنا عبر إذاعة مكس اف ام. الله يرضى عليك، وأنا سعيد وأعتز بالخروج معك أستاذ. يعطيك العافية أستاذ عناد، وأنت ما شاء الله يعني جمعت الموضوع من جميع أطرافه وعندك خلفية عن الموضوع، موضوع التعذيب والضرب والطائفية اللي قاعدة تصير للسعوديين في سجون بغداد في العراق بسبب خسارة العراق من الإمارات في نهائي بطولة كأس الخليج، وأن الحكم سعودي مع أن الحكم يعني قام بواجبه على أكمل وجه وما كانت فيه أخطاء في تلك المباراة. تحدثنا عن الموضوع بشكل عام. حقيقة بعد المباراة كان بينه وبين الأستاذ ثامر البليهت رئيس المعتقلين في العراق تواصل، وأكد لي أن هناك يعني تعذيب حدث للسجناء السعوديين في العراق. على ضوء ذلك تم التنسيق معه للحصول على مزيد من المعلومات. تمثلت في أكبر عدد ممكن من المعلومات بشأن السعوديين في العراق وأنواع التعذيب اللي هم تعرضوا له، بالإضافة إلى أحد الرسائل التي وصلتنا من أحد السجناء هناك يفيد أنه تم تهديده من قبل بدء المباراة. من قبل المباراة هم يهددونهم يعني عشان حكم سعودي. عشان حكم سعودي، ويعني كأنهم يزعمون أن هناك أخطاء تحكيمية حدثت رغم أن المباراة يعني تشهد أي أخطاء تحكيمية. طيب ما نشر اليوم هو كل التفاصيل أستاذ ثامر. طيب أستاذ عناد، يعني بكل أمانة يعني أنا كنت أتكلم حتى مع ثامر البليهد اليوم في برنامج الجولة، وقلنا أنه مفروض يكون في تحرر. قال لي لأن كانت خلينا نقول العلاقات بين الدولتين بين السعودية والعراق كانت منقطعة لفترة طويلة، لكن الآن في وجود السفارة السعودية في العراق المفروض أنه يكون في تحرك، لأنه مثل هذه الأمور يعني نشوف حتى في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر نشوف الآن يعني في ردة فعل قوية حتى في كل البرامج بعد موضوعكم حتى اليوم في صحيفة الشرق، أن الوضع يعني اشمئزاز كامل يعني بكل أمانة عناد. حقيقة فعلا يعني أن يتعرض السجناء السعوديين على طيلة الفترة من طيلة العوام الماضية لتعذيب مستمر لم تقبل هذه التصرفات، فما بالك أن يرتبط مسألة التعذيب بخروج بنتيجة منتخب أو يرتبط بأداء حكم، رغم أنه المدرب العراقي حكيم شاكر المؤتمر الصحفي قبل المباراة النهائية أشار بالحكم السعودي خليل جرا وسط حضور وكالة الأنباء العراقية ووسائل الإعلام العراقية، أشار بالحكم في أدائه. يعني ردة الفعل من قبل السجاني في السجون العراقية على نتيجة المباراة والقيام بتعذيب السعوديين حقيقة كان شيء مؤسف ومحل اشمئزاز للجميع. من الصباح لمسنا ردود فعل كبيرة، لمسنا استياء كبير كافة الأوساط، وأكبر دليل أنكم إذا أردتكم القضية في برنامجكم الجميل.
يعطيك العافية أستاذ عناد. أستغل تواجدك معي نروح لموضوع ثاني, موضوع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي خروجه من هذه البطولة, الآن أصبح الحديث الكل يتكلم عن المنتخب السعودي, البعض يشخص الأخطاء في الاتحاد السعودي نفسه, والبعض الآخر يتكلم عن رأس الهرم في الرئاسة العام لرعاية الشباب ويقصدون طبعا الأمير نواف بن فيصل, والبعض يتكلم عن منظومة الاتحاد السعودي كاملة, والبعض خلينا نقول يشخصها فقط في المدير الفني للمنتخب السعودي ريكارد, والبعض طبعا يتكلم عن قلة المواهب في كرة القدم السعودية. عناد العتيبي, شوف هنا مشكلة بالتحديد. والله أنا أشوف المشكلة في عدة أطراف, بدءا بريكارد وانتهاءا بأداء اللاعبين السعوديين. يعني في بعض جزئيات بعض المباريات يحتاج المنتخب إلى أداء لاعبين أكثر من أنه جوانب فنية أو خطة تكتيكية من قبل المدرب. لاحظنا ذلك في مثلا المنتخب الإماراتي, مدرب وطني لا يقارن إمكانياته بمدرب عالمي مثل ريكارد, أداء لاعبين شباب في قمة التوحد, في قمة الفدائية, في قمة التضحية للوصول لنتائج إيجابية تحقق لهم ما أرادوا. لم يكن الأمر مرتبط بما يملى عليه من قبل المدرب مثلا, بقدر ما هو كان اجتهادات, بقدر ما هو كان انضباط تكتيكي عالي جدا, روح الشباب كانت حاضرة. هذا ما لمسناه في أداء المنتخب السعودي. لاعبين حقيقة غائبين تائهين داخل الملعب, قد أكون قاسي نوعا ما وقل تائهين أيضا خارج الملعب. صدرت موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة نادي النصر في بطولة الكأس الدولية لمواليد عام 1995 والتي ينظمها الاتحاد القطري لكرة القدم مع أكاديمية سباير برعاية قناة الكأس, وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 26 ربيع أول عام 1434 في الدوحة بمشاركة فرق عالمية متميزة مثل ريال مدريد وليفربول وباريس سان جيرمان وانتر ميلان وبوكا جونيورز والنادي الأفريقي والزمالك المصري وسباير انترناشونال ويوكوهاما وسباير قطر ونادي النصر. هذا الخبر الآن اللي بقول لكم, بوصل لكم الفكرة الآن وش قاعد يصير. الآن يطلعون النصراويين يقولوا للهلاليين ها النادي النصر حتى على مستوى درجة الناشئين عالمي وانتم محلي, والهلاليين يردون يقولون لا احنا جاتنا دعوة وتم رفضها, والغير طبعا النصراويين يقول لا تذكرون قبل سنتين بطولة ساو باولو. فالآن بدت التنافس خلينا نتكلم في درجة الناشئين بين الهلال والنصر على مثل هذه البطولة. بعد بحث عرفنا وش الموضوع بالتحديد. الموضوع أنه تم طبعا إرسال الدعوة للنصر والهلال في شهر 9 اللي هو شهر سبتمبر الماضي, تم إرسال دعوة من القطريين للنصر والهلال للمشاركة في البطولة. الهلال رفض المشاركة فيها, قالوا لأن المواليد هذه 95 تحديدا سن اللي هو 1995 هذه مشكلة بالنسبة لنا ويأثر على المباريات الدوري, لأن المباريات الدوري راح تكون موجودة ومستمرة. النصر وافقوا وأرسل الاتحاد السعودي, الاتحاد السعودي وقتها رفض, بعدين رجعوا مرة ثانية وطلبوا من الاتحاد السعودي, قالوا لأنه الهلال قبل سنتين راح لبطولة بطولة ساو باولو وتم تأجيل لها عدد من المباريات في دوري الناشئين, وتم الآن صدرت اليوم موافقة الاتحاد السعودي على مشاركة النصر في البطولة. لكن الهلال, وإحنا نمتلك في إذاعة مكس اف ام صورة من خطاب من القطريين يوجهون الدعوة أيضا لنادي الهلال, كان الحديث هذا في شهر سبتمبر. وبالنسبة للموضوع ساو باولو, أنا تحدثت وسألت عن هذا الموضوع, الهلاليين يقولون أن بطولة ساو باولو كانت في درجة الشباب وما كانت في درجة الناشئين, وكان في اتفاقية بين الاتحاد السعودي والاتحاد البرازيلي على وقت الأمير سلطان بن فهد وأقروا هذه البطولة واعتبروها بطولة رسمية ما كانت بطولة ودية, وتم تأجيل عدد من المباريات لشباب نادي الهلال كانت تقريبا من 5 إلى 6 جولات. والآن نادي النصر الحديث الآن من الهلاليين يقول لا هذه بطولة ودية, فكيف أنت تأجل مباريات رسمية في الدوري عشان تروح تلعب مباريات ودية, وفي كل العد مع الناديين هلال ونصر ما أنت بخالص. شكرا لاستماعكم برنامج غرفة 11, شكرا وإن شاء الله بكرة بنكون معكم في برنامج الجولة في أخبار أكثر وأكبر. يعطيكم العافية, تصبحون على ألف خير.